بيكم طلاب الصف الاول الاعدادي، معادنا مع شرح ماده اللغه الانجليزيه الترم الاول للمنهج الجديد. معادنا النهارده مع يونت 5، وزي ما احنا متعودين ان كل يونت فيه 3 فيديوز، 3 فيديوهات، وده فيديو رقم 1 في يونت 5. هناخد طبعا ليسون 1 و 2. نبدا مع بعض بالفوكابلريز. معانا اول حاجه معانا ادفرتايزمنت. ادفرتايزمنت طبعا اللي هو الاعلان. لما تيجي تعمل ادفرتايزمنت على حاجه او تعمل اعلان لشيء معين، تمام. في عندنا بعد كده ريسبوند. ريسبوند يعني يستجيب، يعني لما تيجي تطلب طلب في حاجه معينه فبيحصل ريسبوند او استجابه، يستجيب. بيتش، بيتش معناه شاطئ، تمام. الثانيه بيتش بقى اللي هي معناها خوخ، اللي هي البيتش، بيت ايله، تمام. دي بيتش شاطئ. جانجل اللي هي الادغال او الغابه يعني. روك، روك صخره. ساند كاسل، ساند كاسل معناها قلعه من الرمال. ساند كلمه كاسل اللي هي تي هنا سايلنت، ما تطلقش. كاسل يعني قلعه، ساند الرمل طبعا، ساند كاسل قلعه رمال. كامل جمل. ماب خريطة. ميوزيوم متحف. اكتيفيتيز انشطة. هوليداي طبعا اجازة. نيوز، نيوز اخبار. وكلمة نيوز هنا اصلا كلمة طبعا ايه، زي ما احنا شايفين ملهاش، ما ينفعش ان انا اقول عليها جمع، هي كلمة اصلا في معناها ملهاش جمع. يعني هي كلمة نيوز على الرغم ان هي تبان ان هي جمع، لكن هي اصلا كلمة مفردة، تمام. كيف اللي هو الكهف يعني. ليك بحيرة. ساند رمال. بيكنيك يعني نزهة او خلوة، يعني واحد يطلع كده يتمشى، يروح جنينة او اي حاجة. تنت خيمة. اكسبريشن تعبير. سون يعني قريبا. بايك دراجة. داي اوت، داي اوت يعني يوم بالخارج، يعني يوم بره البيت يعني. انفايرمنت بيئة، البيئة اللي حوالينا اسمها environment. forest اللي هي الغابة، لكن طبعا في فرق ما بين forest و jungle. jungle دي بيبقى فيها حيوانات مفترسة وحاجات كتيرة تانية، لكن forest بتبقى غابة أشجار وزرع والحاجات دي كلها. waterfall شلال المية. climb يتسلق. delicious، delicious لذيذ. weather الطقس. frightened، frightened خائف. ويك اند نهاية الأسبوع. هيرفادا اللي هي الغرداء. طيب النيتشر اللي طبعا اللي حوالينا، الطبيعة بيبقى فيها ايه؟ فيها بيتش وديزرت صحراء. جانجل فيها ماونتين، فيها سي، فيها كيف، فيها فورست، فيها ليك، ريفر، ووتر فول. دي الحاجات الموجودة طبعا في نيتشر، في النيتشر. بعد كده في الكونجيجيشن اوف الريجولار فيربس، تصريف الافعال الشاذه، زي ما احنا متعودين كل محاضره معانا بناخد البريزنت والباست بتاعها. طبعا دي عشان افعال شاذه فبتتغير شكلها. سليب سليبت. سي سو. سويم سوام. جو وينت. نو نو. رايد رود. ايت ايت، تمام. في opposites اللي هي طبعا التناقضات او الكلمات اللي عكس بعضها. كلمه regular، regular هي حاجه منتظمه بتحصل بانتظام. في irregular غير منتظم، زي irregular verbs كده اللي هي افعال غير منتظمه. irregular verbs في regular و irregular. delicious horrible. في confusing words، كلمات ممكن يحصل فيها لخبطه، زي كلمه desert. في dessert، هنا ديزرت ودي ديزرت، فيها 2 اس، دي ديزرت اللي هي حلويات يعني. سي وسي، سي هنا بالاي معناها بحر، سي بالاي يعني يرى. نيو وفيها نيوز، خلي بالنا. ساند وفيها سند، ساند وسند. طيب سند طبعا معناها يرسل، ارسله. بروبوزيشنز حروف الجر. ان كيفز في الكهف. اون ا كامل، طبعا اون ا كامل يعني ايه؟ يعني فوق الجمل يعني، تمام. ان ذا سي في البحر. ريسبوند تو يستجيب لي. ان اكتوبر
طبعا كلمة end مع الشهور، يقول مثلا on October, on December, on November، فهنا in معناها في، طبعا دي on October يعني في شهر أكتوبر. Go into يعني يدخل في، go into. On the beach، on the beach على الشاطئ. Search for، search for يبحث عن. For a holiday لقضاء أجازة. On holiday يعني في أجازة. طيب language notes نخلي بالنا and and then، تمام. And then معناها ثم وبعد كده، بعد كده يعني. I had my lunch and then I watched TV. أنا خدت أكلت الغداء بتاعي وبعد كده إيه كنت أتفرج على التلفزيون. I had my lunch and then I watched TV. And then some expressions: climb a mountain يعني تسلق الجبل. Make a sand castle. Make a sand castle يبني قلعة من الرمال، يعني يقعد على الشاطئ كده ويقعد يبني بالرمل يعني. Make a sand castle. Go in a cave يعني يدخل في كهف. Ride a bike يركب دراجة. Have a picnic. Have a picnic بيقوم بعمل نزهة أو خروجة يعني. Because و as معناها لأن، الاثنين واحد. I don't go to school because I was ill أو as I was ill، فكلمة as تساوي هنا إيه؟ because، تمام؟ because و as. I didn't go to school because I was ill. Because إيه؟ because I was ill. There was يعني كان يوجد طبعا، ده في يوجد للماضي. There was a cave in the rocks، كان في ايه كهف فين في الروكس في الصخر. هوين طبعا يعني عندما، هوين I was 8 لما كنت عندي 8 سنين. We went to ايه سيوة، رحنا سيوة. ناخد الجزء بتاع listening، نسمع مع بعض. Listen to Taha and his sister playing a game. Can you guess the places؟ تقدر تخمن الأماكن اللي موجودة فيها. طه بيقول guess where I am Sarah، يا سارة خمني where I am أنا فين. I am in a place where there are a lot of trees، أنا في مكان في إيه a lot of trees أشجار كتيرة. قالت له are there monkeys in the trees، يا ترى في monkeys على الشجر. لا no it's very dark and quiet، ده مظلم وهادي. Are you in a forest؟ هل أنت في غابة؟ Yes I am، أيوة فعلا أنا في غابة. Sarah my turn، قالت له دوري بقى. My turn لما تيجي واحد ياخد دوره أقول لك my turn يعني دوري، دوري في اللعبة بقى. I am in a place with a lot of sand، أنا في مكان في رمل كتير. I know، قال لها I know you are in the desert، قالت له no I am not. There isn't any water in the desert، مفيش مية في الديزرت. There is a lot of water in my place، في مياه كتير في مكان. قال لها you are on the beach، انت طبعا كده على الشاطئ. قالت له that's ايه that's right. طه قال لها now I am in a dark place، انا دلوقتي في دارك مكان مظلم. When I speak I can hear my words again and again. Listen hello you are in a cave، قالت له قال لها طبعا انا في انت في كهف. Can you see my any bats، تقدر تشوف طبعا اي ايه باتس اللي هي طبعا خفافيش. That's easy، تمام. قطعة الريدنج اللي معانا My holiday photos، صور بتاعة الهدي بتاعتي او الاجازة بتاعتي. كل واحد بيتكلم، في عندنا هنا 3 اشخاص بيتكلموا. اول واحد بيقول ايه Last summer، الصيف اللي فات. When the weather was hot، لما كان الطقس حار. We went to the beach near my home in Hervada، رحنا للشاطئ في Hervada. مريم made this sand castle، مريم عملت السند قلعة الرمال دي. There was a cave in the rocks، في كهف في الصخر. But مريم didn't want to go into the cave because she was frightened، بس ما رديش تخش جوه ليه بقى. She was frightened، كانت خايفة. طيب in October، واحد تاني بيقول in October we visited my uncle، زورنا عمي. Aunt cousin and cousins in Cairo. We had a picnic in El Azhar Park، رحنا خروجة أو رحلة في El Azhar Park، في حديقة الأزهر. We ate delicious food، كان طبعا أكل لذيذ. When we played games and Ali rode his bike، لعبنا طبعا ألعاب وعلي rode his bike يعني كان بيركب العجلة بتاعه. تالت واحد بيقول هاي وين اي واز 8 لما كان عندي 8 سنين. وي ونت تو سيوا، رحنا سيوا. وي سوام يعني كنا بنعوم ايه ان ذا ليك في البحيره.
and climbed the mountain وكنا بنتسلق الجبال. We saw camels and slept in a tent in the desert. شفنا الجمال وكمان نمنا فين؟ In a tent in the desert ونمنا في خيمة في الصحراء. It was my favorite holiday. كانت رحلتي المفضلة. Read the text again and circle the correct words. The beach was ولا wasn't far from سيد's home. سيد ده أول واحد بيتكلم إن هو راح beach طبعا إيه near his home. طب يبقى هنا إيه was ولا wasn't طبعا wasn't far يعني ما كانش بعيد ده كان قريب منه. سيد and Maryam went ولا didn't go into the cave طبعا didn't go into the cave عشان كانوا إيه she was frightened. سيد's uncle and aunt were ولا weren't in Cairo with them طبعا were in Cairo with them were in Cairo. سيد swam ولا didn't swim in the lake at Siwa طبعا swam in the lake at Siwa. There were ولا there weren't camels in the desert طبعا there were camels in the desert. قطعة reading تانية دي طبعا رسالة بعتها ايميل او رسالة بعتها هانا لإيمان بتقول لها last summer الصيف اللي فات my family had a fantastic holiday in Morocco عملت رحلة جميلة للمغرب موروكو يعني المغرب. We visited a big beach زرنا طبعا شاطئ كبير and then we slept in a nice hotel وبعد كده نمنا في فندق جميل. We didn't swim in the sea ما كناش بنعوم في البحر. It wasn't very warm ما كانش طبعا ايه ما كانش دافي. But I rode on a camel لكن انا ايه كنت بركب الجمل. That was fun كان حاجة جميلة. We visited a city called مراكش دي اللي هي طبعا في المغرب. To and we went to museum ورحنا متحف. We also ate delicious food كان اكل جميل. Write soon يعني هكتب لك قريب. طيب ناخد اكسرسايز على الفوكابلريز طبعا الاكسرسايز على الفوكابلريز كل التعبيرات والكلمات اللي احنا خدناها نشوف مع بعض. When the water of the river falls from a high place it's called المية لما بتنزل من مكان عالي بتبقى بيسموها ايه طبعا دي ايه waterfall شلال. طيب space are a lot of trees and bushes that cover a large area مكان فيه البوشز اللي هي الاشجار الصغيره يعني تمام دي بيسموها طبعا ايه الفورستس اللي هي الغابات. طيب what space do you like doing during holidays what a actor ولا activity ولا drawing ولا tent طبعا what activity ايه الانشطة او ايه النشاط اللي انت بتحب تعمله لما تكون في رحلة. I'd like to go to the a and swim in the sea طبعا I'd like to go to the beach and swim in the sea. How many space in the Sahara desert طبعا how many mountains ليه بقى mountains عشان في الصحراء desert تمام. The space Nile is the longest one in the world طبعا the river Nile نهر النيل ده طبعا أطول نهر في العالم. سيد swam in the A at Siwa طبعا swam in A طبعا مش river في lake هناك ما عندهمش river عندهم lake. What is the A like today it's hot قال له النهارده حر يبقى what is the ايه what is the weather what is the weather like today. Read and correct the underlined words نقرا ونصحح الكلمات الخطا. Mom always does fantastic cake طبعا always ايه make cakes make fantastic cake like ايه I like them. I saw a dolphin in the desert طبعا I saw a dolphin in the طبعا in the sea. طيب Egypt is the most important city in Africa طبعا is the important country لكن city دي مدينة أقول ممكن أقول Cairo is the important city لكن Egypt دي دولة اسمها country in Africa. In summer children love going to the beach هي beach صحيح لكن بالبي التانية دي beach لكن تانية ايه beach تمام. ناخد الستركشر بتاعنا او الجرامر الباس سيمبل الماضي البسيط ازاي بتكلم في الماضي وامتى بستخدم الماضي. اول حاجه بستخدم الباس سيمبل
لما اكون بحكي عن حاجه حصلت من فتره، تمام، بحكي عن حاجه حصلت السنه اللي فاتت، امبارح، من ساعتين، من زمن بعيد، فبستخدم الماضي في كده. تكوينه ايه؟ بيتكون من ايه؟ اول حاجه بيتكون من was او were، تمام. ده بالنسبه للفيرب تو بي. الفيرب تو بي بيبقى was او were، يعني I was، he was، she was، it was، لكن they were، we were، you were. طبعا was هنا بنستخدمها للمفرد و were للجمع، والنيجاتيف بتاعها wasn't و weren't. طيب زمن الماضي البسيط بيتكون، زمن الماضي البسيط، من التصريف الثاني للفعل. طبعا في افعال منتظمه وفي افعال غير منتظمه. افعال منتظمه بنضيف لها اي دي او دي او اي اي دي، يعني مثلا لوك تبقى لوكد، ضفنا لها اي دي، فيزيت تبقى فيزيتد، كلوز تبقى كلوز، هنا عشان هي فيها اي في الاخر فضفنا لها دي بس، ارايف تبقى ارايفد، كاري طبعا اللي بينتهي بواي، الفعل اللي بينتهي بواي بنقلب الواي لاي ونضيف اي دي، خلي بالكم، فهنا كاري تبقى ايه؟ كاري. تراي انتهت بواي بنقلبها لاي ونضيف ايه؟ اي دي، يبقى تراي. لكن في افعال شاذه زي اللي احنا بناخدها كل يوم اللي هي الريجولار فيربس بتغير شكلها خالص، زي كلمه سي تبقى سو، جو تبقى وينت، تيك تبقى توك، وتيتش تبقى ايه؟ توت. طيب نستخدم الماضي البسيط للتعبير عن حدث بدا وانتهى في الماضي او عاد في الماضي، يستخدم غالبا مع الكلمات الاتيه. استخدم مع كلمه يسترداي او اجو، اجو يعني منذ زمن، لاست الماضي، ان ذا باست في الماضي، ان وبعدها سنه مثلا، سنه من السنين، وانس ذات مره، وان داي ذات يوم، this morning هذا الصباح، بس هذا الصباح طبعا اللي هو مع النهارده مثلا، انا بالليل دلوقتي فبقول this morning عن الصباح اللي فات ده. اقول امثله، ايمان visited راس البر last week. فنخلي بالنا هنا، هنا اتكون من الفاعل وبعديه الفعل متضاف له اي، او لو هو فعل شاذ بيتغير. فهنا ايمان visited زارت راس البر last week الاسبوع الماضي، يبقى انا كده بتكلم في الماضي. مصطفى بلايد لعب فوتبول يسترداي امبارح. اسماء was at a primary school 3 years ago، من 3 سنين كانت، انت كانت فين؟ كانت في مدرسة ابتدائية. يبقى هنا اسماء was كانت، فهنا الفيرب تو بي اللي هو am و is و are في المضارع بيبقى was او were فين؟ في الماضي. طيب في حالة النفي بنستخدم didn't زائد مصدر الفعل، يعني مثلا I went to the market yesterday، انا رحت الماركت امبارح، ما هنا كلمة went الماضي من ايه؟ من جو. لكن لو انا عايز اقول انا ما روحتش فبقول didn't وبعد كده مصدر الفعل، مصدر الفعل اللي هو ايه؟ جو. يعني went دي اصلها ايه؟ اصلها جو. I didn't go to the market yesterday، انا ما روحتش الماركت امبارح. طيب they built a house last year، هم بنوا بيت السنة اللي فاتت. لو عايز اقول ان هم ما بنوش يبقى they didn't build، they didn't build رجعت لاصلها، الفعل رجع لاصله، they didn't build a house last year، تمام؟ طيب. Write this sentence using the past symbol. دي طبعا الجمل دي في البريزنت وهنخليها في الماضي. There are camels on the beach. طبعا الماضي بتاعها there were camels on the beach. طيب he goes into the cave. يبقى he went into the cave. Mona's father climbs a mountain. ابو منى بيتسلق الجبل. ابا ايه؟ منى's father climbed. نحط الكلام بايه؟ اي دي. I don't sleep in caves. طبعا ايه؟ I didn't sleep in cave. Sammy doesn't like playing football. Sammy ايه؟ didn't like playing football. طيب exercise on structures. Last week الاسبوع الماضي we space my uncle in Cairo. طبعا ايه؟ we visited my uncle in Cairo. When I was space 8 we went to see، ورحنا سيوا. When I was ايه؟ ولا when I was، طبعا when I was 8 لما كنا عندي 8 سنين. You space you have a good weekend last week. طبعا ايه؟ did you، هل انت، did you have a good weekend last week. سيد and مريم space to the cave yesterday. طبعا ايه؟ went to the cave yesterday. What did you space for dinner last night. What did you ايه؟
What did you eat؟ كلت ايه؟ ولا what did you eat؟ برافو عليك. What did you eat؟ ليه بقى؟ ليه eat مش ate؟ عشان خاطر بعد did او does او don't او النفي بتاعهم يعني بيجي الفعل في المصدر. What did you eat for dinner last night؟ My uncle spaced his car last year. My uncle buy ولا bought ولا buys؟ طبعا bought، اشترى الماضي من buy. Who did you space after school last Saturday؟ Who did you see؟ ليه هنا see ما قلناش so؟ عشان خاطر did، يجي بعد did الفعل في الماضي. مازن space play well yesterday. طبعا مازن ايه؟ didn't play well yesterday. Read and correct the underlined words. Did you bought a new jacket؟ طبعا did you ايه؟ did you buy، عشان did يجي فعلها الفعل في الماضي. Yesterday I gives، طبعا I gave G-A-V-E، I gave عشان yesterday. What do you visit last week؟ last week ماضي. What did you visit؟ what did you ايه visit؟ My sister has a baby girl called Sarah yesterday. طبعا ايه had، ليه had؟ عشان ايه الماضي من has had. طيب language function talk about the places. Where would you like to go؟ بتحب تروح فين و why وتقول ليه. I would like to go to the beach. تمام. What can you do or see there؟ عايز تشوف هناك. You can swim in the sea or go on the cave، او تروح الكهف. طيب كده نكون خلصنا lesson 1 و 2 في unit 5. دي طبعا exercises تقدروا تحلوها، ده الهوم ورك بتاعكم تقدروا تحلوه لو في اي سؤال مش عارفينه تحت امركم. والمهم برضو تكتبوا ايميل لاصدقائكم عن لواحد صديق عن a picnic to الازهر بارك، يعني رحله لحديقه الازهر، تتكلم عن ازاي انت استمتعت، شفت ايه هناك، تتخيل كده المنظر لو انت ما رحتش. اتمنى لك كنت لازم تحاول تكتب الباراجراف، مهم جدا، حتى لو غلطت مش مشكله. ولو عايز نساعدك انا ما عنديش مشكله، اكتب لي في الكومنتس انا تحت امرك. اتمنى لك كل التوفيق واشوفكم في الفيديو اللي جاي unit 5 lesson 3 and 4. باي باي.